اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضلوا. يا سلام ايش هو هاد؟ والله شي بيرفع الراس. ان شاء الله ايت الرزق يا خواجة. تسلم تسلم. ايش هو هاد؟ عن جد شي رفع يا خواجة. تعرف شو؟ ذكرني بالتياتروهات الفخمة بمصر المحروسة. تتذكر لك حميها؟ بيومي تطلعنا على مرسح تياترو سينما بتي وأنا أخذت جائزة أفضل راقصة غير مصرية. آخ اسأل الله على هديك الأيام. تتذكر لك حميها؟ أنا اللي بتذكر ولك آخ آخ على أيامات الجوائز ما أحلاها. بوقتها يا سيدي عزيزي أخذت جائزة الخصر الماسي ومحسوبك أخذ جائزة الطبلة الذهبية بجدارة ومن نص مصر. يا لهوي يا لهوي على الأيام ديت. لك إن شاء الله بتطقطقي بنص نقرتي. إيه ولا عليك. على كل إن أنا بوعدكم إنه هديك الأيام تتكرر إن شاء الله، وبوعدكم إنه كبار الفنانين والمغنيين يطلعوا من تحت إيديكم. إيه بس اسمح لي بهالكلمة خواجة، إذا الإدارة ما كانت تحت إيدنا ترى ما بيمشي الحال، ونحن حكينا بهذا الموضوع مسبقاً ولا شو؟ أنت بتأمري أمر فصلي وأنا بلبس، ما رح نختلف على شيء أبداً. لك تسلم لي عينك. هات لشوف، فرجينا الرضا، هات. تفضل. يا عيني عليك. ايوه شو هاد يا خواجة؟ شايف اسم التياترو مو مذكور بالعقد؟ مو حلوة منك يا خواجة، مو حلوة. شدوا من عندي هيك عينك، قلت عينك ليك يب. وبعدين شو هالحكي لك أبو سهيل؟ فتح عينك هالقد، جوقة عزيزة ما بتنشد، بدي أعطيك إياها من الأخيرة. نعم نحن أحرار ذاتنا. إيوه حميها بعد أمرك، أنا عاوزك كلمة على إنفراد. لك عنا شغل، شايفنا عنا شغل. معلش بس كلمة. الله يرضى عليك، الله يوفقك، الله يخليك. لا حول ولا قوة، شرف. تفضل. يلا لا يحرمني الخواجة. شو في؟ هلا أنا شو عملت معكم حتى تجازوني هيك مجازة؟ بس بهمني قصرت معكم بشي؟ ليش؟ حدا عمل معك شي؟ حدا من أولادي عمل معك فصل؟ والله العظيم بمصع لك الرقبة شيته. حمدي لا تجدب علي، لا تجدب. شفتكن عم تتفقوا مع الخواجة، صار ولا ما صار؟ لك يا أبو سهيل، يعني الزلمة دفع الطاق دبل، شو نعمل يعني؟ طيب هي طلبت مني زيادة وأنا قلت لا. حمدي الله يخليك. ناديلا ناديلا، شو بدها زيادة من عيوني التنتين؟ تمام الله يخليك. كمان لك ما عاد يمشي الحال، بصمة المخلوقة مشي حالها. لك لك ليش هيك عملت؟ ليك شو عرفني؟ يلا بالإذن خلينا بسوي.